غادي نقدم لكم مخنفر، او لكنين بعض الناس اللي كيسميوه الماوي، يعني كياخذوا عجينه تتكون دايره بحال الشكل ديال السفنج، كتخبز في مقله، كتكون في مقله غير هي كنستعملوا ليها الماء، فكتكون داك العجينه شويه ميه، فبالتالي كتطلب واحد التقنيه وخبره في الطياب. حنا عندنا طريقه اخرى غادي نقدموها لكم كتخرج لكم نفس النتيجه ولكن بطريقه بسيطه. كاين عندنا الدقيق مع الدقيق ديال القمح او الدقيق الصفر، كاين الماء، الخميره ديال الحلوه، الخميره ديال الخبز او الخميره الطريه، شويه ديال السكر، الملحه والبيض. هاد المكونات كامله هي غادي نخلطوها. غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديالها. خلطنا كل المكونات في الخلاط الكهربائي هكذاك واحد المده ديال 3 دقائق بحال هكا، حتى 4 دقائق، باش كتولي عندنا عجينه سايحه وداك الدقيق ديال القمح كيتحل وحتى هو تيتمزج مزيان. فرغتو في هاد الزلافه، غادي نغطيه وغادي نخليه تيخمر في شي بلاصه بعيد على الهواء، يعني شي بلاصه دافيه، نخليه واحد 15 دقيقه عاد باش غادي نرجعو باش نطيبوه. خلينا العجينه ارتاحت واحد 15 دقيقه هكذاك حتى خمرات، كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيجي بحال هكذا. غادي ناخذها وغادي نطيبها بحال الطياب ديال البانكيك اولا ديال البغرير، غير هذا كيطيب من جوج ديال الجوايه، كنطيبوه من الجهه الاولى هي كتكون خضره من الفوق، تنعاودوا نقلبوها على الجهه الثانيه، وانتم غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال الطياب ديال هذا المخنفر. شفنا الفطائر ديال المخنفر، شفتوا معايا طريقه سهله بزاف. نكون هكذا وصلت لنهايه الحلقه، نشكركم على حسن التتبع ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى مع وصفه جديده. الى اللقاء.